هاي ما حنا في زيح انا شوفها روى بتعرف شو بيجمعنا الأشرفية بشير القوات والجيش هيدي القضية مناطق الشرقية قضية وحدة مناطق الشرقية منطقة وحدة مناطق الشرقية ضيعة وحدة ما حدا يجرب يقرب على ضيعتنا يا لبنان لا تهتم عندك شعب بيشرب دم يا لبنان لا تهتم عندك قوات تشرب دم عندك جيش بيشرب دم عندك جيش بيشرب دم ما في شك النوايا سيئة بس ما في شك نوايانا صامتة بوحدة المنطقة الشرقية باتحادنا كلنا جيشنا وقواتنا بكلمتنا الوحدة بزنودكن المبتولة نصر قريب أنا بعتبر حالي مسؤول عن كل عسكري بالجيش اللبناني وعن كل ضابط بالجيش اللبناني ومبارح بالليل استدعيت الأركان العسكرية بالقوات اللبنانية وأعطيتهم الأوامر كاملة تيحضروا حالهم تيكونوا إلى جانب رفاقهم بالجيش اللبناني بالدفاع عن المنطقة الشرقية ما في لزوم حدا يخاف ما في لزوم حدا يهتم إذا بنعرف نستجمع كل وسائلنا السياسية كل قدراتنا العسكرية نلتف على بعضنا أنا متأكد مثل ما خلصنا لبنان بالأزمات السابقة رح نكون قادرين وبصعوبة مش كبيرة نخلص لبنان هالمرة عشتم وعاش لبنان من حكيم توصلتوا لموقف واحد ما في أي شق للصف خليني أكون واضح جدا كتير كون واضح بتعرفوا ما فيني اسمح لحالي احكي أمور إذا ما بدي أتحمل مسؤوليتها ما في شق ولا ممكن كل شيء أحلك شغلي نختلف على النظرة إلى بعض الأمور السياسية ممكن الواحد منا بيشوف ان المواجهه لازم تكون من 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 فوق واحد بيلاقي ان المواجهه لازم تكون عن جنب وواحد ثالث بيلاقيها هيك ممكن بس شق للصف داخل المناطق الحره مش ممكن في اشياء مش ممكن بدي اقول لجنرال عون انه نحن لا عندنا مؤامره عليه بدي احكي يكون واضح عم بحكيه بشكل كثير واضح ومباشر ما عندنا اي نيه بالتآمر عليك تذكر ما عندنا أي نية عدائية تجاهه نحن ما بدنا نعمل ما بدنا نشرزم الوضع بالمنطقة الداخلية بالعكس بنعتبر انه بالمنطقة الشرقية في سلطة واحدة وبنعتبر انه الجنرال عون هو قائد هالسلطة بالمنطقة الشرقية بدي يكون واضح جدا فكان إعلان حرب الإلغاء في 30 من كانون الأول أي قبل شهر من شن الحرب العسكرية عندما قال أمام ضباطه الذين جاءوه مهنئين بعيدي الميلاد ورأس السنة كونوا على جهوزية تامة في 31 كانون الثاني وفي 30 من كانون الثاني كشف عون صراحة عن نيته في شن حرب الإلغاء التي كان يحلم في تحقيقها وانتهى العد العكسي وبدأ تحرشه في منطقة التحويطة